اهلا بحضراتكم معانا مره اخيره في هذا الحوار السريع مع الاستاذ الدكتور نهله عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعه ورئيس قسم البكتيريا بجامعه القاهره. مساء الخير يا دكتور. اهلا اهلا، ازي حضرتك؟ حضرتك منورانا، اهلا بيكي. دكتور نهله، عايزه ابتدي مع حضرتك بتجربتك في تلقيح الاطقم الطبيه، معلومات اللي وصلت حضرتك، الخرائط اللي عندك، نسبة الإقبال، يعني تقدري تقولي لنا إن إحنا مطمنين بنسبة كام في المية لسينوفارم وأسترازينيكا؟ يعني أنا عايز أعرف حضرتك، أنا خدت التطعيم الجرعة الأولى اللي هو الأسترازينيكا. أي يعني هو طبعاً مش هنقول إن هو يعني طبعاً في وجع شوية مكان الحقن، ممكن اليوم اللي حقن فيه أخذ اللقاح ممكن درجة الحرارة ترتفع شوية، الجسم يبقى مكسر، لازم الواحد يستريح 48 ساعة، ولازم ياخد الباراسيتامول. طبعا ده مش اسم دواء، لا ده المادة الفعال بالظبط كده، قبل ما ياخد اللقاح. واخد بال حضرتك؟ لو قبل ما ياخد اللقاح قبليها بقد ايه عشان نشوف هو اللي هيجيبه في البيت ولا قبلها على طول؟ يعني الوحدات اللي فيها التلقيح هي اللي بتديهوله المفروض، يعني او لو هو مش اداء يعني مش افيلابل او مش انهم مدهوله، ممكن يبقى هو عامل حسابه موضوع البث هو المفروض متوفر في مكتبات كتير قوي. تمام. وشركات ادويه كتير قوي عاملاه. يعني حلو ان حضرتك بتقول لنا، حضرتك بتقول لنا شيء من الاعراض الجانبيه، ده شيء مطمئن للجمهور عشان الناس تبقى عارفه انه لما ياخد اللقاح ويحصل كده ده موضوع عادي وطبيعي. يعني بالظبط، بس مش برضه مش عشان هناخد اللقاح هنفرع المصر. يعني خدت اللقاح، اولا انت يعني لازم يبتدي يظهر لك الاجسام المضاده من 5 لـ10 أيام بعدها. يعني مش مجرد ما اخدت اللقاح النهارده بكره همشي بقى وسط الناس واعيش حياتي. طبعا طبعا ممكن لا. وبعدين هو مدي لنفسه نسبه خطا في اللقاح، يعني ما فيش حد قال لك اللي هو 100%. طبعا 65 تقريبا بالظبط كده، نسبه الخطا دي هي الحمايه المؤكده ان هم ان هو يعني ان شاء الله ما تحصلش اعراض خطيره. طب دكتور نهل، هل اللي بيروح يلقح هو اكيد مش بيختار سينوفارم ولا استرازينيكا اللي موجود دلوقتي؟ يعني هو مفيش مشكله على فكره، الاثنين سيات مفيش اي مشاكل خالص. يعني من الحاجات اللي انا كنت مفضلاها اللقاح الصيني على احسن افتراض. وعايزه اقول لحضرتك ان يعني فايزر بس ترجع في كلامها وعملت جونسون جونسون اند جونسون دوت المعمول الجديد على نطاق اللقاح الصيني، يعني بداوا يرجعوا كلامهم تاني الجديد من فايزر، بداوا ان هم لا عمل الترخيص لجونسون لما لقوا ان الناس مقبله على اللقاح اللي معمول بالطريقه التقليديه. لا انا بسال ليه، لانه انا مش بقصد ان الصيني وحش، بس اقصد اقول انه احنا بنسجل بيانات كل شخص وبيانات دقيقه عن الجرعه اللي خدها، لان في حاجات بعد 21 يوم وفي حاجات استرازينيكا بعد 3 شهور. بس هقول لحضرتك هو مش فكره 3 شهور، يعني اول ما بدا قال لك 14 يوم وبعدين قال لك 6 اسابيع. تمام. وبعدين دلوقتي بداوا يعملوا بحث ان هم يطولوا الفتره ما بين الجرعتين عشان يكسب مناعه اطول فتره ممكن. تمام. دي كلها ابحاث، يعني هو كلهم بجد في الابحاث، ما هو الموضوع كله لسه كلهم بيطلع جديد، موضوع تجريبي لسه. طيب عايز اسال حضرتك يا دكتور عن لو واحد قال انا عندي مرض مزمن وما كنتش مسجل مثلا في 100 مليون صحه او كده، هل بتطلبوا منه كشوفات او اشعاعات او تقارير طبيه تثبت ده ان هو مش بيزق نفسه وسط كده؟ لازم التقرير. لازم حضرتك بيكتب في التقارير بتاعته ومن مكانها. ده اللي بقول لحضرتك، كل واحد عارف انه عنده سكر، عارف عنده اوتو ميون ديزيز او اللي هي الروماتويد الجلده الحمراء اللي هي المواد اللي هي الامراض المناعيه المختلفه. لازم يظبط، يروح قبل ما يروح ياخد اللقاح يروح للدكتور بتاعه يظبط تحاليله وبعد كده ياخد اللقاح. بمعنى انه مصاب بامراض مزمنه هو اولى، لكن هو عارف نفسه. لكن حالته مستقره يعني مع الدواء. راح مليون صحه، ولو طبعا يعني ترى الحقيقه شابوه لحمله مليون طبعا صحة. طبعا اعلانات منتهى الجمال معموله على مستوى عالي، شيء مهذب والاماكن نظيفه والناس متعاونه. ده حقيقي جدا. وعايزه اقول حتى ما بتغيبش، يعني انا واحده من الناس دكتور واقدر اعمل تحاليل في اي مكان وعارفه شخص حالتي والكلام ده، لكن رحت وسجلت وعملت الكارت بتاع ال 100 مليون صحه. أيه. سجلت بياناتي على الكمبيوتر والناس على احسن ما يكون. صحيح، دي حقيقه. طيب يعني حضرتك تقول لنا ايه عن موضوع بدايه الحمله النهارده بقى كبار السن واصحاب الامراض المزمنه؟ حاجه ممتازه جدا، انا عايز اقول حاجه ممتازه وبادره كويسه، والناس بدات تقضي بعدد كبير لا باس به طبعا.
طبعا الاشاعات المغرضه بتقول كلام مش مظبوط. يعني كل الدنيا عماله تقول يا جماعه اللي قدامك ايه اللقاح خدوه، واحنا هنا في مصر لا مش هناخد، لا بنستنى الكورونا مش هناخد اللقاح. اه مش حاجه مظبوطه خالص. انا شخصيا في كل مكان بقول انا خدت اللقاح وهعمل لنفسي الاختبار الاجسام المضاده وهشوفها وصلت قد ايه بعد شويه، طبعا لما اللقاح لما يشتغل. اه بالظبط كده، هشوف الاجسام المضاده نظامها ازاي وهبتدي انبه في وسائل الاعلام والكلام ده على حالتي بالظبط. يعني انا عامه ما بحاولش اوصف الحاجه لحد غير لما انا اكون انا نفسي جربتها. بس يعني اسمحي لي يا دكتور، بالنسبه لحد صحته كويسه وبيقول انا مش هاخد اللقاح ده، خليه شويه يعني مش عايزين نقنعه بسرعه يعني. لا مفيش حاجه اسمها صحتك كويسه، يعني احنا عندنا ناس من زمايلنا بداوا يترددوا احنا هناخد اللقاح مش هناخد اللقاح، جت الكورونا. لا يا فندم اسمحي لي، حضرتك بتتحدثي عن اطقم طبيه، هم بيتعاملوا مع مرضى لكن احنا بنتكلم عن على فكره ما هو مع احترامي لحضرتك مش كل الاطقم الطبيه بتتعامل مع مرضى، يعني في اطقم طبيه مثلا بتبقى مجال بحثي، في اطقم طبيه بتبقى حاجه بنسميها اكاديميك. يعني اللي هو بيتعامل بس هو طبعا من شغل، يعني احنا كلنا يعني صفوف اولى للكورونا ما خدناش اجازات من بدايه الكورونا لغايه دلوقتي. تمام، انا بشكرك جدا يا دكتور، شرفتيني جزيل الشكر للاستاذه الدكتور. شكرا على الاستضافه حضرتك. لا نورتينا استاذه الدكتوره نهلا عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعه، بشكرك جدا وبشكركم مشاهدينا، اشوفكم على خير بدايه الاسبوع القادم وانا القاكم يوم الاثنين القادم، تصبحوا على الف خير.